دونك بيان سور راه حاجه اللي تتكون زوينه، بحيث نقول لهم ديما فتدير بوديوم في شي كورس ما تتسمى ما تمشيش على والو، تتمشي بعد على شي حاجه تتمشي تترجع بالرياض. المغرب الحمد لله مرفوعه في 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 البوديوم، ومرتبه ثانيه في الحلبة ديال اسبانيا راه كانت الحمد لله كبيره بزاف، حيت كانت واحد الكومبيتيسيون كانت كبيره وكان كانت صعيبه، كورس كان صعيب، صعيبه في التنافس مع السيارات الاخرين، مع السائقين الاخرين، حيت النيفو طالع، راه النيفو ديال فوالا. دونك سي واحد البطوله فيها واحد الكومبيتيسيون كبيره، النيفو طالع، دونك تيكون الفالطه سير بلاصه تخلص عليها، ماشي عندك واحد الحاجه اللي ممكن لك تقول ترتاح فيها وعارف بلاصه قبلها تتبدا في لو ما عارفش واش تكمل 20 ولا جوج ولا ترباح. دونك تيكون لي كومبيتيسيون بحال هكذا تكون واحد الكونسنتراسيون خاصها تكون كبيره، الفوكس يكون كبير، الدماغ ديالك تيخدم اكثر من القياس، فيزيكمون تتكمل راه منشور صافي راه ما عندك ما تزيد. دونك تنسمي هاد لي كومبيتيسيون تيكونوا صعاب. وكيفاش عندك بعدا واحد ثلاثه السوايع ما يزولكش الطبيب ديال لونترينمون في النهار؟ دونك هذيك اوبليغاتوار. اي ابري تخدم بزاف مع لي تيم باسكو خصك تسافر باش دير لي زونترينمون، عندك لي تيست في لي سيركوي، وحياتك تكون اكثريه زعما تتخمم في هذا السباق اللي جاي ولا التدريب اللي جاي، وسباق مور سباق سباق مور سباق، حتى في التالي تدير واحد الكالكول ديالك بالماكينه ديال الحساب، تشوف راسك شنو عطى الله في الشامبيونا، هي باش تشوف راسك في الشامبيونا شنو درتي، هي باش العام اللي داز الحمد لله ديت اللقب ديال اوروبا في 2020 شامبيون دوروب. دونك تتبقى دير الحساب ديالك في التالي، تشوف راسك واش جبتيها ولا ما جبتيش البطوله. والهدايا ديجا الهدايا بحيت نقول انا هي ديال بالماريس، باسكو فيت تزاد لك واحد السطر في البالماريس ديالك، انت الاول بعدا تكون عندك واحد الفرحه كبيره بزاف، باسكو تكون من بديتي حياتك وانت عندك واحد الحلم ديالك نوصل باش نربح، نوصل باش نكون في اوروبا، نوصل باش نربح في هذا السيركوي. دونك تكون عندك هاد الحاجه كبيره بزاف ما عندها ثمن، اي اون بليس دو سا تتولي عندك واحد الكراد واحد الكراد بارابور لي زيكوري، تيوليو لي زيكوري تيطلبوك، تيوليو تيعيطوا لك، تيبغيو عندهم رغبه باش تشارك بلي كولور ديالهم، بالالوان ديال كل ايكوري، بحال شفتو انا لعبت مع ايكوري المانيا، اسبانيا، جابونيا، دونك درت ان بو بزاف ديال فرنسيه اوسي، ودابا كوريا ديال هذا العام هونداي. دونك وهاد الجوائز اللي تتربح اللي هو تروفي، بيان سور تروفي راه حاجه كبيره بزاف ديال بوديوم لا بريم اي تو، ولكن اللي مهم في هادشي كامل بحيث نقول الباك جراوند ديال هادشي كامل هو الناس اللي غادي يوليو تيطلبوا وعندهم رغبه باش تولي تلعب عندهم. حيت نقول لك واحد تيلعب بحال دابا في سي في باغ اكزومبل وماركا وعطى واحد البالماري زوين وداكشي مزيان مزيان سي في، ولكن هو يمكن الطموح ديالو هو اف سي بارسلون باغ اكزومبل، تعيط له ولا عيطت له اف سي بارسلون، تتكون واحد الحاجه كبيره بزاف عند حنا. هادشي هو انا ديما تنقارن زعما الرياضه ديالنا مع الرياضه ديال الكره، حيت الناس تيفهموا اكثر هي زعما لونغاج الكره في العالم كامل ماشي غير في المغرب. وانا ديما كان طموح ديالي هو الفورمولا 1 فورمولا 1 كانت انا خدمت ودرت حياتي كامله عليها، انا الوالدين ديالي الله يرحم الاب ديالي والله يخلي الوالده، باسكو كان عندهم الطموح ديالي ولا الولد اللي زعما دفعوه وداروا كل شيء باش نوصل هي الفورمولا 1. ما وصلنا لهاش بحيث تشوفوا، دونك ما دخلناش ما بين هاد الفورمولا 1، ولكن فين جات المرحله ديال مراكش اللي هي بطوله عالميه حتى هي، وزعما عندها الميم زعما المستوى البطوله ديال دبليو تي سي سي وديال فورمولا 1 راه بحال عالميا، ولكن تتبقى الفورمولا عندها واحد الهيبه واحد لي بيلوت ديالها تيكون عندهم مشهورين بحيث تشوفوا كاملين، دونك الوقت ديال شوماخر الوقت دابا ديال هاميلتون. دونك كان عندي الطموح هي نتنافس انا معاهم، نجي نشارك مع هادو ندير بلاصتي وندابز ونشوف شنو جاب الله، واش ممكن ندير بلاصتي معاهم مزيانه يمكن لا، ولكن كنت وجدت راسي زعما فريمون باش نكون معاهم
ما نكون فورمول 1 كنت المونوبلاس، حيت نقولوا مونوبلاس هي واحد السيارات اللي تيكونوا فيهم غير الجعابي توبولير، انا بيسا دي شاسي توبولير. دونك انا كنت مين بديت في حياتي 16 عام سيتي غيبات السيارات ديال المونوبلاس و فوالا. دونك كنت انا وصلت الفورمول 3000 اللي هي اخر مرحله بحال اللي تقول هي القسم التالي قبل الباك. دونك وصلت له والحمد لله درت نجحت فيه الحمد لله، وكنت زعما دايز المرحله زعما ديال الفورمول 1 باسكو بداو يعيطوا لي دي زيكوري دي بيلوت بغيت بيلوت تيستور في الفورمول 1. ايوا بخي فين جات مراكش، جات المرحله ديال مراكش بزاف كان تيقولوا اللهم زعما هذه اللي فيها ديجا حلبه في بلادك وعندك ديجا كورس في بلادك. قلت له واخا، دونك جيت دخلت انا ك زعما بيلوت انفيتي، ما عارفش انا ديك الطوموبيل، ما عارفش النوع ديال المنافسه اللي كاين فيها. حتى صدقنا الحمد لله ربحنا ديك لا كورس ديال مراكش، وانتم عارفين فتا تكون رابح في واحد الحاجه تدخل فراسك اللهم نبقى دابا اللي انا رابح فيها، ولا عاد نبقى نساين واش غادي تحل ديك الابواب ديال الفورمولا 1، واش نقدو نمشيو لها، واش عندنا الحلبه اللي يمكن لها تكون عندنا في المغرب ديال الفورمولا 1. دونك كانت واحد ديما تتبقى عندك واحد الحاجه ناقصه في حياتك، تدخل فراسك انا درت كل شيء زعما 99% باش نوصل للفورمولا 1، ما كتبش الله ديك 1% باش نوصلوا لها، ما عندنا ما نديروا بحيث نقولوا غالب الله ما كناش. نقول لك ديال 2016 دوز شي وقت اللي كان خصني نكون واجد فيهم ونكون مطمئن ونكون كونسنتراسيون كبيره، ما كنتش تنعس بالليل وما كنمكن لي نقول حتى واحد هادشي باسكو باقي عاقل. كان عندي واحد الكوش ديما تيسولني زعما شنو، واش نعستي مزيان، واش هذا خصك تاكل فهاد الوقت، خصك تنعس فهاد الوقت، خصك دير. ولا قلت له ما ناعش قد يقول لي ما صبغاتش مشيت للسباق. دونك علاش؟ باسكو كنت لاعب البطوله ديال العالم، كنت انا ماشي فافوري، كنت انا في كلاسمون 3 حتى الكورس التاليه في قطر، و كنت الناس كاملين دايرين بيا تيقول لك واو زعما راه قربتي باش تكون بطل عالمي، ولكن الا كملتي غير بين ثلاثه ديال الاولى راه مخيره راه بخير. ولكن انا دخلت في راسي باقي عاقل ديك الثلاث ايام التاليه تنقول في راسي خصني نلعب على البطوله، اما بطل العالم اما والو، ولكن بوحدي اللي عارف هذه القضيه. الناس اللي دايرين بيا كل شويه تيقولوا راه مهدي غيكون فرحان بين ثلاثه ديال الاولى. دونك بحال اللي تقول خدمت بزاف، خدمت بزاف، وفين درنا لا كورس الحمد لله الله ما خيبش الحمد لله. في هذاك العام كنت درت بول بوزيسيون، دونك درت احسن توقيت ما بين لي بيلوت كاملين ديال بطولات العالم، راه واحد الحاجه كبيره بزاف. دونك ابري فين جيت للسباق انا ديماري انا الاول، بلاصه زوينه وما زويناش باسكو هذيك بلاصه ديال الاول كلشي باغي ياخذها له وانت لعب على النقاط. كاين شي واحدين اللاعبين غير على ديك السباق تيقولوا فراسهم خصني غير زعما نبريف هاد السباق. صح الحمد لله درتها وجاب الله الحمد لله، ولكن باقي عقل كانت صعيبه بزاف باسكو باقي عقل حتى للسباق التاليه كنت انا وواحد لو بيلوت شامبيون دو موند اللي هو خوزي ماريا لوبيز، كنا انا وياه زعما ما لاصقين شي في شي زعما. كان باقي عقل انا البوبليك اول مره جا فين هبطت انا في الكورس، قالك اول مره البوبليك ديال الشامبيون دو موند بقى واقف من الدوره الاولى حتى الدوره التاليه، حتى يسينونا نتقايسوا تيسينو زعما داكشي كان تيكون واحد التنافس كبير بزاف. فين ساليت طلعت في البوديوم بعد قلت لهم بغيت نعس، ما مشيت لا سيريموني، ما درت معاهم ديك لا غوميز دي بري ما والو باسكو كانت فريمون قبيحه بزاف هذيك زعما ديما غادي نعقل عليها، حيت تتكمل في التالي تتكون بين الفرحه بين البكيه بين هذا. وكان ديك الوقت اون بليس تاع الاب ديالي في الحياه الله يرحمه، دونك كان واحد الحماس كبير بزاف. الو حاجه جديده اللي تكون عندي قريبه هي الثوازيام دوز الفاكسين. حيت سمعت 6 شهور خصك تعاود الثوازيام دوز. لا جو بونس كو فهاد الوقت هذا يمكن صعيب الواحد يقول فراسو اكزاكتومون شنو ممكن لك توجد لافونيغ، باسكو عارفين حنا هاد الفتره تندوزو نتاع هاد الوباء هذا اللي عايشين فيه، راه ما بقيناش عارفين راسنا من هنا لغدا شنو كاين، واش غيشدو. انا باقي عاقل كنت نمشي للبطوله ديالي والسباق تيقدوا لي راه طيارات حالين بعد طيارات شادين،
بعد كلك ترجع لبلادك. لا لا ما ترجعش لبلادك، انا بقيت حاصل في اوروبا شهرين، دونك ما كانش ممكن لي ندير الكورس ديالي ونرجع. دونك صدقوا لو تيم بقيت انا معاهم شهرين، دونك تعيش واحد الفتره اللي حتى رياضي يمكن ما تيعيشها. باوي باسكو ما تتبريباراكم هذا ما عارفش تيعيطوا لك بحال دابا. انا البارح انا بحال دابا معيط لي انا الناس، راه كاين واحد الكرون بري اللي تيكون في لازي، مي هادي راه شوف غادي خصك ولا بغيت تجي تشارك، وهذا راه كونفيرمي ديك لا كورس وداكشي. قلت لهم تري بيان، واش شي سيمانه الجايه كاين وانتم عاد معيط لي باش نوجد واحد البطوله كبيره بزاف، ما عندنا ما نديرو، راه عاد عطاونا لاكور هاد الصباح عاوتاني معيط لي تيقول لك راه مازال ما خداو لاكور. دونك اكثر ماشي، انا راه عشت واحد الوقت قالوا راه شوف دابا ساعتين خصك تكون في المطار باش تمشي دير الكورس. دونك عايشين حنا واحد الفتره اللي ما لافونيغ فيها اي ان بو انسيرتان، اي ان بو انسيرتان، مي فوالا الحمد لله ملي تدير حاجه مقلبك واخا ما تكونش موجد لها تيكمل الله فيها. كلمه اخيره لا فيريتي، حسيت راسي بحالي ما قابش هذا الميكرو، شتي كون ما كانش عندي هذا الميكرو في اليد تجي بحال تهضر مع اصدقاء ديالي صحابي تنعاود لهم على القصه ديال شتي ديال الرياضه. برافو عليكم. انا بعدا الاول فرحان لي كاين هاد لي زيميسيون كومسا، باسكو عينا من ديك لي زيميسيون لي موجدين داكشي زعما باين من السؤال تتعرف الجواب. لافونتاج ديالكم سي كل الجواب كل واحد سقط صين به جواب. تبارك الله عليكم، الله يكمل عليكم والله يعاون كل واحد، لا كسوا في لاغ ولا في الرياضه ولا في السياسه ولا في اي حاجه، الله يعاونوا في هذا الوقت. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.